الإيثار، هل نتعاطف أم نبحث عن التعامل بالمثل؟ الإيثار مفهوم تحاك حوله الكثير من القصص، ويستشهد به كثيرون كدليل على وجود جوهر سامي في الإنسان. يعرف الشخص ذو الإيثار بكونه مؤثرا أو غيريا، وهو عكس الأنانية. في تجربة تم تقسيم المشاركين فيها إلى مجموعتين بهدف قياس دوافع الإيثار. المجموعة الأولى مجموعة ستختبر التعاطف من خلال تعرض الشريك للصدمات المؤلمة أثناء التجربة وتخليصه منها بدفع المال الذي يعطى للمشاركين في التجربة. المجموعة الثانية مجموعة ستختبر التعامل بالمثل من خلال عدم إحداث الألم مقابل دفع مبلغ من المال، لكن لن يتعرض الشريك للإيذاء. كل جزء من المجاميع هذه يتكون من ثلاثة أفراد: شخص يستلم المال، وآخر يتخذ القرار ويخضع للدراسة، وآخر يخضع للعقاب. وقد قيست إشارات الدماغ أثناء التجربة بجهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي. مناطق الدماغ التي تعمل على العواطف كانت قريبة من المناطق التي تعمل على التعامل بالمثل أثناء تحليل بيانات الدماغ. بعدها قام العلماء بتعريف الأنانيين والغيريين من خلال تنظيم مجموعتين على أساس سلوك الأفراد في الجزء الأول من التجربة، حيث تم اكتشاف الأنانيين والغيريين حيث أعيدت التجربة ولم يكن المشاركون يعرفون الغرض منها، كما لم يكونوا يعلمون أنها ستعاد مرة ثانية. أعيدت لتقييم التعاطف والتعامل بالمثل لدى كل من الفريقين الغيريين والأنانيين، ولقد وجدوا أن حافز التعاطف يزيد من مشاعر الإيثار عند الناس الأنانيين، لكن ليس عند الناس المانحين. في غضون ذلك وجدوا أن حافز المعاملة بالمثل يزيد من مشاعر الإيثار عند الناس المانحين، ولا يوجد له أي تأثير على الأنانيين. نستخلص من ذلك إنك حين تكون أنانيا أو غيريا فإن الأمر مرتبط بظروف قد تجعلنا نرى الأمور معكوسة تماما تحت ظروف معينة، حيث لا يبالي المانحون الغيريون بالتعاطف لكنهم يتحفزون للإيثار بدافع التعامل بالمثل، بينما يكون الأناني مؤثرا للآخرين عند ظروف التعاطف التي لا تؤثر على الشخص الغيري.